من بيروت الأستاذ رودي شوشاني، خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي. أهلا بحضرتك معنا وصباح جديد في البداية. يعني لو تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا القانون، قانون الخدمات الأوروبية الجديد، كيف ومتى ممكن تطبيقه بشكل فعلي؟ صباح الخير وشيلة لك صباح الخير. والمشاهدين الكرام. اليوم هذا القانون هو نوعي طبعا، بس هو جاي من كذا قانون موجودين قبل. واليوم الاتحاد الاوروبي والمفوضيه هن بالاساس الخصوصيه لهم شغله كثير اساسيه من سنه 1950، وشفنا نحن اخر فتره بقانون شبكه التواصل الاجتماعي عام 2017، بعدين خدمه الدفع الالكترونيه 2018، بعدين جي دي بي ار، اما النظام الاوروبي لحمايه البيانات سنه 2016 بس تطبيقه صار بال 2018، وفي قانون الاسواق الرقميه، وهلا كمان عم نشوف قانون الخدمات الرقميه اللي عم نحكي عنها اليوم. هل هي شغله اساسيه وعم بيحاولوا يطبقوها؟ لانه هن شغله حلوه، عندهم 27 دوله وبحبوا يحافظوا على امن، مش بس الخصوصية، على أمن هذه الدولة. اليوم التطبيق رح يصير في القريب، هو نوعا ما صار نوع من منفذ يجب الشركات تلتزم له، بطل أنه نوعا ما أنه والله صار فينا لا نتهرب منه، فصار نوعا ما قيد التنفيذ، بس دائما بقيد التنفيذ بياخذوا شوية وقت تا يصير هو فعال، ورح نشوفه نحن بال 2023 راح يكون فعال 100%. وعم نشوف اكثر واكثر قوانين بهالمضمار، لانه قد ما عم بيصير في خروقات مش بس من تيك توك طبعا، بس اللي ادت لليوم هي كثير خروقات من شبكات التواصل الاجتماعي. مش هيك دائما عم بيحددون بشبكات التواصل الاجتماعي والمشاركين، مثلا مثل هون حددوها ب 45 مليون مشارك وصلوها. أستاذ رودي، يعني فرنسا مؤخرا فرضت غرامة على تيك توك بنسبة حوالي أو بقيمة حوالي 5 مليون يورو نتيجة خصائص ليها علاقة بالتتبع، وكمان مجلس النواب الأمريكي قال للنواب إن هما ما ينزلوش تطبيق تيك توك في تليفونات المجلس. إزاي ده ممكن يأثر على تطبيق تيك توك وعلى إيراداته كمان كشركة؟ هو رح يأثر كتير كبير، لأنه اليوم يمكن يصير مثل قصة مسار هواوي. إذا بتتابعوا هواوي شو عم بيصير معه اليوم بأمريكا، صارت نص العالم صارت ممنوعة، فهيدا عم طبعا عم كشركة هي عم بتحاول تلاقي طرق تانية تكون ملتزمة، بس ما عم بيقدروا يكونوا ملتزمين، لأنه اليوم في سياسة. أول شغلة بالنسبة للفرضية اللي حطوها، أما الغرامة اللي حطوها عم بتكون 6%، اللي هو رقم كتير كبير. نحن قبل كنا بالجي دي بي آر كانوا يحطوا 4% من المدخول العام، 6% رقم صار جدا باهظ. وتاني شغلة، ممكن تمنع وتحجب الابليكيشنز على 27 دولة، عم نحكي تقريبا نحن ب 370-380 مليون مستخدم فجأة ما بعود فيهم يستعملون. اليوم التيك توك عم يستعملوا تقريبا اكتف، يعني يوزر شغالة تقريبا مليار شخص، منه ارقام كتير صغيرة. فاذا ما امتثلوا، بس لسوء الحظ المشكل بالتيك توك عم بيكون اكثر على الامن القومي. هون عم ناخذ مثل ما حكيتي على موضوع الاف بي اي وعلى موضوع الهوملاند سيكيورتي بامريكا، عم بيكون موضوع اكثر صحيح امني سيد رودي اكثر من ما هو بس ارجع التقني. لنقطه المستخدمين، شو مستقبلهم؟ يعني في قلق اليوم على اصحاب هذه المواقع، شو مستقبل هذه المنصه بالقاره العجوز برايك؟ إذا حجبت رح يكون طبعاً راحة الابليكيشن، هون عم نروح على استخدام البديل اللي هو الانستغرام وغيره. بس في ناس مبنية الأعمال تبعها على تيك توك، في ناس عم بفتلة موارد مالية منها، هون رح يكون في مشكل كمان قومي إذا بدك بالقارة الأوروبية بين المواطن وبين الدولة. بس هن همهم الأساسي أنه يحموا المواطن من الاستغلال تبع الخصوصية. أنا شخصيا شلت تيك توك من عندي من وراء آخر شهر نوفمبر، وقتها صار في عندهم هن بيقدروا يتحكموا بكل أنا اللي عم بعمله، بيقدروا يعرفوا الباسوردات تبعي، فكان هيدا يعني أكثر القرار الشخصي تبعي. أكثر نظام أو منصة بتعرضنا للخطر هي تيك توك؟ أكيد في بعض المحلات إذا أنتوا وافقتوا على كل الالتزامات اللي هي عم تعطينا إياها، عم بدها
تشكل خطر. يعني انا ليه بدي تعرف الباسورد تبعي، وهذا صار فيها تحذير من شركه مايكروسوفت كمان بنوفمبر، ليه بدي تعرف الباسورد تبعي؟ ليه بدها تتدخل هي مجرد ما انا استعملها عبر لينك معين من جوه المنصه، فتحت الايميل تبعي صار هي عندها الباسورد انا تبعي. بعتذر لحضرتك على ضيق الوقت، ولكن اعتقد زي ما حضرتك ذكرت قانون الخدمات الاوروبيه الجديد ممكن ان يكون فعال جدا في الحد من هذه الانتهاكات الخاصه بالخصوصيه الخاصه بالمستخدم، ويكون في تنظيم اكثر لهذه المواقع المختلفه من وسائل التواصل الاجتماعي. الاستاذ رودي شوشاني خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي كنت معنا من بيروت عبر زوم، شكرا جزيلا لك.